بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أدبي، تحية طيبة، ونستكمل معا الدرس الثاني من دروس مادة علم الجغرافيا والاقتصاد. درس اليوم إن شاء الله بعنوان مصادر المعلومات الجغرافية. أولا، عنصر الخريطة في الكتاب المدرسي صفحة 37 حتى صفحة 42. مصادر المعلومات الجغرافية سندرس إن شاء الله منها عنصر واحد فقط، وهو عنصر الخريطة. أول شيء بالنسبة لدرس اليوم هو عنوان الدرس. عنوان الدرس يقول مصادر المعلومات الجغرافية. مصادر المعلومات الجغرافية، لابد أن يأتي سؤال عدد أو أذكر مصادر المعلومات الجغرافية. الفقرة الأولى من الكتاب المدرسي صفحة 37 أعزائي الطلاب يسرد لنا العناصر الخمس التالية: العنصر الأول الخريطة، العنصر الثاني الدراسة الميدانية، العنصر الثالث الإحصاءات الرسمية، العنصر الرابع المؤلفات والمراجع والدراسات البحثية، ثم العنصر الأخير والخامس وهو الاستشعار عن بعد. نبدأ الخريطة. الخريطة هي عبارة عن رسم أو صورة توضيحية مصغرة لمظاهر سطح الأرض الكروي أو جزء من هذا السطح، ممثلة على لوحة مستوية أو بمقياس رسم معين. المقصود هنا باللوحة المستوية الورقة، بمقياس رسم معين، بمقاس معين بالنسبة اللي موجود على الطبيعة، بالنسبة للورقة مثلا. على سبيل المثال، لما يكون المسافة على الطبيعة مثلا 10 كيلو، أنا ممكن أمثل 10 كيلو على الورقة ب1 سنتيمتر. دي معنى المقصود بكلمة بمقياس رسم معين. إذن السؤال الأول بالنسبة للسؤال المعرفي يقول لك إيه؟ عرف الخريطة. الخريطة هنا هي عبارة عن رسم أو صورة مصغرة لمظاهر سطح الأرض أو جزء منه على لوحة مستوية بمقياس رسم معين. تمام كده؟ طيب، زي بالظبط أي طالب منكم بيأتي باستكمال أوراقه بالمدرسة، فبيطلب منه شؤون الطلبة تحضر لي صور مقاس 4×6، يبقى ده مقياس رسم معين لصورة، والصورة مثلها مثل الخريطة، نفس الشيء مصغرة بمقياس رسم معين. ده بالنسبة لتعريف الخريطة. وعندي أشكال للخرائط مختلفة طبعا، بتختلف حسب مقياس الرسم. طيب، الخريطة بالنسبة للجغرافي مهمة جدا جدا جدا. الجغرافي يحتاج إلى الخريطة لعدة أسباب. أولا، الحصول منها على المعلومات. ثانيا، يوقع عليها بيانات إحصائية، إذن يأخذ منها معلومات أو يستخدمها في توقيع بيانات إحصائية على هيئة أشكال بيانية أو رسوم هندسية لتوضيح العلاقة بين الإنسان والأرض، يعني كرسم دوائر أو أعمدة بيانية أو نسب مئوية توضع عليها بمقاييس معينة، توزيع كثافة سكانية، توزيع نمو سكاني، توزيع معاد ثروة معدنية، يعني بيانات موجودة على الخرائط. تمام؟ يبقى كده أخدنا السؤال الأول تعريف الخريطة، السؤال الثاني أهمية الخريطة. نبدأ عناصر الخريطة. يعتمد رسم الخرائط على عناصر مهمة لا بد من توفرها لكل خارطة حتى تكتمل الفائدة المرجوة منها. أولا، عنوان الخارطة هو الاسم الذي يحدد موضوع الخارطة والمكان الذي تمثله. ثانيا، إطار الخارطة. الإطار هو ما يحيط بالخارطة من الخارج. ومن أهم فوائد الإطار ما يلي: تحديد الجزء الذي تمثله الخارطة،
تسهيل وضع شبكة خطوط الطول ودوائر العرض، تحديد الأماكن التي تخصص لبقية عناصر الخارطة. ثالثاً، شبكة الإحداثيات، ويقصد بها خطوط الطول ودوائر العرض، وفي حال عدم رسمها يكتفى برسم شرطات صغيرة على حواف الإطار الداخلي للخريطة، ومن ثم كتابة أرقام تلك الخطوط والدوائر بحيث تسهل قراءتها. رابعاً، مفتاح الخارطة، هو عبارة عن مجموعة من الرموز التي تمثل الظاهرات والمعالم على الخارطة، المصطلحات التي تفسر ما تعنيه الرموز المستخدمة في الخارطة. ولهذا يساعد مفتاح الخارطة على قراءة المعلومات التي تعرضها وفهم مدلولاتها، وتختلف الرموز من خارطة إلى أخرى وتتنوع حسب الظاهرات الطبيعية والبشرية. ولمعرفة معاني هذه الرموز لابد من قراءة مفتاح الخارطة. أهداف سياسية، طرق برية، الأنهار، مساحية، جبال. تمام كده يا شباب، ده بالنسبة للايه عناصر الخريطة. نبدأ معا العناصر الأساسية للخريطة. أول عنصر عنوان الخريطة، إطار الخريطة، توجيه الخريطة، الرموز والعلامات الاصطلاحية، ثم الكتابة والخريطة الركنية، المسقط، مقياس الرسم. نأخذ بالتفصيل هذه العناصر. إذن لابد من حفظ عناصر الخريطة الأساسية. إذن هنا نحفظ 4 نقاط أهم شيء بالنسبة للخريطة. طيب نشوف بعد كده بالتفصيل شوية بالنسبة لعناصر الخريطة. بعد ما شاهدنا الفيديو وعرفنا عناصر الخريطة الأساسية، هنشوف الخريطة دي ونطبق عليها عملي. بالنسبة لعناصر الخريطة، أول شيء عندي العنصر الأول عنوان الخريطة. ماذا يقصد بعنوان الخريطة؟ هو موضوع الخريطة أو الاسم الذي تعبر عنه الخريطة. أمامك هذه الخريطة، بما تمثل؟ تمثل خريطة الكويت. طيب إذن فعلا خريطة دولة الكويت. النقطة الثانية إطار الخريطة، وهو الحد الذي تنتهي عنده تفاصيل الخريطة في شكل مربع أو مستطيل. الخط اللي هو نهاية الخريطة الإطار، إطار أو البرواز، ده اسمه إطار الخريطة، وده العنصر الثاني بالنسبة لإطار الخريطة. نشوف اللي بعده، الرموز والعلامات الاصطلاحية، وهذه الرموز متفق عليها على مستوى العالم، يعني متشابهة بين دول العالم بعضها البعض. توضع هذه الرموز في مفتاح الخريطة، إذا شكل أشكال هندسية، أشكال دائرية، أشكال مظللة، نقاط، ظلال، خطوط حدود سياسية وغير ذلك. ثم مقياس الرسم، هو النسبة بين القياسات، تعريف، ده تعريف مقياس الرسم، النسبة بين القياسات على الخريطة وما يعادلها على الطبيعة، أنواعها، مقياس خطي، خط مستقيم وده الموجود في الخريطة، مباشر يعني يكتب كتابة، ونسبي. طب ما نشوف كده الأنواع دي بالتفصيل شوية، أنواع الخريطة، الأنواع المقاييس موجودة على الخريطة. نشوف النوع الأول. النوع الأول هو مقياس مباشر، أي تكتب على الخريطة 1 سنتي لكل 2 كيلومتر. تمام؟ طيب المقياس الثاني مقياس نسبي، وده 1 سنتي إلى 100,000 سنتي. تمام؟ أو ممكن يكون كسر بياني، نفس الشيء أهو، نفس الشيء، لا يعني واحد، المهم ان عندي رقم 1 سنتي ده ثابت في كل حالات، وده اللي موجود السنتي ده على الخريطة، اما الرقم الكبير اللي على الطبيعة. تمام؟ نشوف بقى النوع المنتشر في خرائط العالم، وهو قياس رسم خطي، يقسم الى وحدات متساوية، يكتب فوق كل وحدة ما يمثله على الطبيعة. الوحدة سنتي اللي موجود على الخريطة، والرقم اللي فوق اللي موجود على الطبيعة. يعني مثلا تلاقي خريطة الكويت يقول لك مثلا 1 إلى 300,000، يعني مثلا 1 لـ3 كيلو، يبقى السنت على الخريطة يساوي 3 كيلو على الطبيعة كده. فإذا مقياس السنت هنا يساوي مثلا كيلو على الطبيعة، هنا كيلو على الطبيعة، هنا 2 كيلو على الطبيعة. شفت بقى السنت على الخريطة ده اسمه مقياس الرسم. طيب نشوف بعد كده العنصر اللي بعده،
المسقط. المسقط ده هو ايه؟ انا عند اعطيتك كرة ارضية، قلت لك ارسمها لي، قلت له يا استاذ الكرة الارضية مدورة دائرية، كيف ارسم اللي في الخلف واللي قدام والكلام ده كله؟ ازاي ارسمها على ورقة؟ هنا بقى عملية تسمى عملية المساقط او المسقط، هو اسقاط شبكة خطوط الطول ودوائر العرض على سطح كروي، من سطح كروي الى سطح مستوى. يبقى انا اجيب ورقة الخريطة كده، الورقة، وارسم فيها خطوط الطول ال 360، يبقى انا كده اصبحت الجسم الكروي حولته الى مسطح، وبعدين ارسم كل مربع فيه جزء من اجزاء الخريطة واسقطها على الورقة لحد ما ارسم خريطة العالم. وكده تبقى ايه؟ المسقط هو تحويل الخريطة من كروية الى لوحة مستوية، تمام؟ وبعض العلماء اكتشفوا انواع من المساقط بخرائط مختلفة. نشوف كده، في نوع منهم بيجي في الامتحانات دايما. النوع الاول اسمه مسقط اسطواني، وده في شكل خريطة مستوية قدامك، هي خريطة العالم. لو جات لك بالشكل ده تقول له مسقط اسطواني. طب لو جات بشكل تاني تيجي ازاي؟ نشوف كده. مسقط ملفيدي، ملفيدي جاب لي شكل بيضاوي، بيضاوي، تمام، شكل كرة أرضية هي بس رسمها بشكل بيضاوي لكن مسطحة، الورقة دي مسطحة لكن واخدة شكل بيضاوي شوي، هو تخيله، حسب تخيله كده. نشوف واحد تاني اللي اسمه سانسون، وده برضو رسم رسمة تانية بس قال لا الأرض شكلها مش كده. أمال شكلها إيه يا عم سانسون؟ قال لي شكلها مخروطي، وقام رسمها بالطريقة دي. يبقى كده الأرض أخدت أكتر من شكل، يبقى أكتر من مسقط، كل مسقط له مسمى مختلف. عشان كده سميت أنواع المساقط الموجودة في العالم مسقط اسطواني، احفظ الاسم والشكل. مسقط مولفايدي، الشكل. مسقط سانسون، الشكل. تمام يا شباب، كده حفظناها. اللي بتيجي في الامتحان، اللي كانت جاية في الامتحان قبل كده مسقط مولفايدي وجاب لك الصورة المرسومة. طيب يبقى كده خدنا أنواع المساقط، ثلاث أنواع. نشوف العنصر اللي بعد كده، توجيه الخريطة، وده شيء مهم جدا عشان تشيل الخريطة صح. يعني انت ينفع كده اقول لك مثلا امسك الخريطة دي تشيل الخريطة بتاعت الكويت بالمقلوب؟ ما ينفعش. طب تعرف الخريطة صح ازاي؟ من خلال ثلاث علامات. العلامة الاولى بتسميها الشمال الجغرافي، وده يكون في الخريطة مرسوم بشكل نجمة. النجمة تشير الى نقطة القطب الشمالي او النجم القطبي الموجود. يعني في النقطة دي بالذات كان جالنا سؤال كده، سؤال كده يختبر ذكائنا. الدكتور سأله لنا بيقول ايه؟ انت في منطقة صحراوية اثناء الليل، كيف تعرف اتجاه الشمال الجغرافي؟ في الحالة دي لو انت ما فيش معاك اي وسيلة، لا بوصلة ولا اي شيء، تتابع حاجة موجودة في السماء اسمها النجم القطبي. النجم القطبي نجمة كده برزة كده موجودة في السماء، النجمة دي بتكون اتجاه القطب الشمالي، يعني توش شكلها يبقى انت كده واتجاه القطب الايه؟ الشمالي. طيب لو ما جاتش الطريقة دي، في طريقة تانية وهي الإبرة المغناطيسية، البوصلة. البوصلة فيها إبرة مغناطيسية بشكل سهم تشير إلى الشمال الجغرافي. تجيب البوصلة وتحطها على الأرض كده تعرف لك اتجاه الشمال الجغرافي، تمام؟ أو طريقة ثالثة، مفيش في الخريطة لا سهم ولا نجمة، كيف أحدد الشمال الجغرافي؟ نحدده عن طريق خطوط الطول. خطوط الطول بتكون دايما رأسية موزية لإطار الخريطة، اللي هو خطوط الإحداثيات الطولية. يبقى دي ثلاث حالات بيوجهه لي الخريطة اتجاه الشمال الجغرافي، تمام؟ طيب تيجي ازاي السؤال في الامتحان؟ الجزء ده ممكن يجي منه سؤال يقول لك قارن بين أنواع الاتجاهات على الخريطة. أنواع الاتجاهات ثلاث، دايما ما يأتي الجغرافي والمغناطيسي، دي اللي بيجي في المقارنة دايما، لكن احنا ناخد الثلاثة مع بعض. أول شيء عندي الشمال الحقيقي أو الجغرافي، وهو الموقع الذي يشير إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي. ها نكمل نقول إيه؟ ويعبر عنه في الخريطة برسم نجمة. يبقى النجمة تعبر عن الشمال إيه؟ الجغرافي، خلاص؟ فقط النجمة شمال جغرافي فقط. أما الشمال المغناطيسي فهو الموقع الذي يشير إلى اتجاه الإبرة المغناطيسية اللي هي في البوصلة، اللي بتتحرك شمال ويمين فتحدد لي اتجاه الشمال الجغرافي.
عشان كده عبرنا عنه في الخريطة بسهم، رأس السهم الأعلى. يبقى الشمال المغناطيسي أرسمه على الخريطة إيه؟ سهم. اتفقنا يا شباب؟ أما الجغرافي أرسم على الخريطة إيه؟ نجمة. تمام. لكن الشمال الإحداثي أنا ما برسمش شيء، لكن بيرسم لي، برسم لي خطوط الطول في الخريطة. الخطوط الطول دي بتكون على حواف الخريطة أو مع الإطار، موزية للإطار. خلاص؟ ده بالنسبة لي الاتجاهات الثلاث اللي هي بتحدد لي الشمال على الخريطة. يبقى بنحدد الشمال على الخريطة بكم اتجاه؟ ثلاثة: الشمال الجغرافي، مغناطيسي، الإحداث. طيب العنصر رقم 7 وهو الكتابة. أي خريطة بتحتاج إلى كتابة، عنوان الخريطة، مدن موجودة على الخريطة، أسماء حقول بترول. طيب هل هنا الكلام المكتوب على الخرائط كله متشابه؟ لا، مختلف في الحجم، في اللون، في الشكل، المكان اللي موجود فيه الموقع. يعني مثلا على سبيل المثال، اما اجي اكتب الخليج العربي ما اجيش احطه فوق الكويت واكتب الخليج العربي، لازم اختار الموقع المكان واحط فيه الخط اللي هو مكان الخليج. اما اجي اكتب دولة الكويت اكتبها بخط مثلا كبير، مدينة الاحمدي اكتبها بخط صغير، يبقى هنا اختلف حجم الخط. دي الكتابة على الايه؟ الخريطة. العنصر الثامن والاخير وهو الخريطة الركنية. ما هو المقصود بكلمة خريطة ركنية؟ هي خريطة صغيرة لدولة أو منطقة ترسم في أحد زوايا الخريطة، أحد أركان الخريطة. أدي خريطة الكويت. لو أنا مثلا عايز أخذ خريطة ركنية لدولة الكويت، هاخد مثلا مدينة الكويت العاصمة، أدي جزء من الخريطة. طيب بلاش دي، ممكن أرسم إيه؟ شبه الجزيرة العربية، أرسم الكويت في زاوية من الزوايا، أو أرسم الكويت وأرسم شبه الجزيرة العربية. الخريطة الركنية تعبر عن الخريطة الكبيرة. يعني أنا رسمت خريطة الكويت ورسمت شبه الجزيرة العربية، دي دليل على أن الكويت تقع في شبه الجزيرة العربية. رسمت مدينة الكويت، دليل على أن مدينة الكويت تقع داخل دولة الكويت، يبقى جزء منها، ولكنه يوضع في ركن من أركان الخريطة، عشان كده سميت خريطة ركنية، ودي جزء من أجزاء الإيه؟ الخريطة. إذن الخريطة لها عدة نقاط أو عناصر لابد من حفظها. نطبق عملي على خريطة، نشوف كده أمامك خريطة اهي، يا ترى عناصر الخريطة كاملة موجودة على الخريطة كلها؟ طيب نشوف اللي احنا حفظناه. عنوان الخريطة، فين عنوان الخريطة؟ مش موجود، اللي هي دولة الكويت. مفتاح الخريطة، فين الرموز والعلامات؟ الرموز موجود منتشرة هي، لكن مش موجودة في مفتاح الخريطة، يبقى لازم في مفتاح للخريطة. كذلك ادي العلامات هي اللي موجودة. تمام. طيب الخريطة الركنية، وين الخريطة الركنية؟ شبه الجزيرة العربية او مدينة الكويت، مفيش، يبقى ناقصة خريطة ركنية. ناقصة ايه كمان؟ الاطار. لا غلط، الاطار موجود، ادي الاطار هو موجود. تمام. مقاس الرسم، فين مقاس الرسم؟ لا خطي ولا طولي ولا اي مقاس نسبي ولا اي شيء. يبقى ناقصه مقياس الرسم. طب ناقصه ايه كمان؟ نشوف كده مع بعض. توجيه الخريطه، في نجمه؟ ما فيش نجوم. في سهم؟ ما فيش سهم. في خطوط طول؟ ما فيش خطوط طول. يبقى كده ناقصه توجيه ايه؟ الخريطه. وكذلك مسقط الخريطه اللي هو ايه؟ خطوط الطول ودوائر العرض مش موجوده على الخريطه. يبقى كده عرفت ان ازاي يجي لي السؤال في الامتحان بطريقتين. الطريقه الاولى مباشر، مباشر يعني يقول لك عدد مصادر عناصر الخريطه، او خريطه وانت تكمل عليها، خريطه كده وانت تكمل عليها. نشوف كده بالنسبه لي انواع الخرائط. انواع الخرائط يا شباب اللي هي، يقول له السؤال ايه؟ عدد اسس تصنيف الخرائط الجغرافيه المختلفه. اسس تصنيف الخرائط تنقسم الى 3 اسس. اول حاجه مقاس الرسم، تاني حاجة موضوع الخريطة، بعد كده شكل الخريطة. يبقى دي أصناف الخرائط الموجودة في أي مختبر، في أي معمل خرائط تلاقي الخرائط دي مصنفة إلى 3 أنواع. ناخد كل نوع بالتفصيل، ناخد كل نوع بالتفصيل. يبقى كده عرفنا أسس أو أنواع الخرائط. تمام. أول حاجة الخرائط حسب مقياس الرسم. نصنف الخرائط حسب مقياس الرسم. مقياس كبير، دي خرائط البلدية،
خريطة البلدية، يعني انت مثلا في قطعة 2 في قطعة 3 وعايز خريطة للقطعة بتاعتك، يبقى تجيب الخريطة من البلدية، يبقى دي اسمها خريطة تفصيلية، يعني خريطة بتظهر كثير من التفاصيل، عشان كده يسمى خريطة المقاس الكبير. أما المقاس المتوسط فهي بتبقى خريطة مثلا بدل دولة الكويت، لا للوطن العربي أكبر شوي، لا هي كبيرة قوي للعالم ولا هي صغيرة زي للمدن، لا بتكون مقياسها يعني زي 500 مليمتر. خلاص طيب نشوف خرائط توزيعات مثلا منها زي خريطة توزيع الأقاليم المناخية في الوطن العربي، يبقى دي خرائط مقياس متوسط. خلاص كده ادي النقطة الايه الأساسية. نيجي لآخر نوع، دي خرائط أطلس، خرائط العالم، خرائط كبيرة مقياسها صغير، يعني رقم مثلا خريطة 1 لمليون. تمام طيب النوع الثاني وهو تصنيف الخرائط حسب الموضوع، ايه اللي جوه الخريطة؟ خرائط عامة يعني بتنظر ليها بقى سطح الأرض من حيث بقى التضاريس ولا توزيع السكان، حسب ايه مقاس الرسم نلاقي خرائط توبوغرافية وأطالس. توبوغرافية يعني بتجيب ظاهرة طبيعية وبشرية، وأطالس اللي هي خرائط العالم. إذا الخرائط العامة دي خرائط عالم، خرائط من ذات مقياس صغير يعني 1 لمليون، لكنها بتجيب تفاصيل عامة، يعني مثلا دولة مدينة الكويت الصغيرة ما تظهرش فيها، دولة الكويت تكون صغيرة فيها. أما خريطة التوزيعات دي خاصة بتوزيعات موضوع معين، مثل مثلا توزيع النبات، توزيع الثروة الحيوانية، توزيع الثروة المعدنية، توزيع الأقاليم المناخية، توزيع البترول في دول الخليج، يبقى دي اسمها خريطة توزيعات. توزيعات يعني بتوزع موضوع محدد. اتفقنا يا شباب؟ أدي الخريطة قدامك أهي، يعني ملونة، يعني دي تدل على توزيعات مختلفة في الوطن العربي، أقاليم نباتية أو أقاليم مناخية، يبقى دي توزيعات. تمام؟ أنا بالنسبة لي خرائط حسب الموضوع، توزيعات وخرائط عامة. طيب خرائط التوزيعات بقى ناخدها بالتفصيل شوية. خرائط التوزيعات تنقسم إلى 3 أنواع. عندك أنت مثلا دي خريطة شبه الجزيرة العربية، أقدر أصنفها إلى أكتر من نوع. خريطة خرائط بشرية، البشرية اللي هي بتوزع السكان، بتوزع العمران اللي هي المدن والقرى، بتوزع ليها الحدود السياسية، مثلا أحداث عسكرية زي الغزوات والحاجات دي كلها. تمام دي خريطة مدن اهي، ودي خرائط الطبيعية. خريطة الطبيعية بقى زي التضاريس الجيولوجية اللي هي طبيعة الصخور والمعادن. نيجي بالنسبة لي الطقس والمناخ، خريطة الطقس وخريطة المناخ أيضا مهمة بالنسبة للتوزيعات. أما النوع الأخير وهو الخرائط الاقتصادية، يبقى كل دي توزيعات تصنف إلى بشرية طبيعية اقتصادية، ودي ثروة، توزيع الثروة المعدنية في العالم اللي هي ثروات معدنية وموارد معدنية، دي كلها خرائط اقتصادية. تمام كده؟ طيب نشوف العنصر اللي بعده وهو تصنيف الخرائط، والأخير حسب الشكل، ده آخر عنصر من العناصر. بيقول لي في الكتاب صفحة 42 شكل الخريطة، حجم الخريطة حسب النسخ والتغليف والشكل. يبقى أنا بقى لو داخل مختبر في خرائط أو داخل غرفة اجتماعيات، هصنف الخرائط في خرائط ورقية، وفي خرائط ملفوفة، وفي خرائط خشبية، وفي خرائط جدارية على الحائط، وفي خرائط طبوغرافية وتفصيلية. تمام؟ يبقى دي أنواع الخرائط حسب الشكل، حسب شكل الخريطة. يعني أنت جبت لي خريطة ورق، ولا خريطة خشب، ولا خريطة ملفوف مطوية، وهكذا. دي أنواع إيه؟ الخرائط. وغطالس أطلس تدخل ضمنها الخرائط الوطنية، زي ما يكون في المول، انت داخل مول ولقيت فيه خريطة بتوزع عليك المكان، برضو دي خرائط ضوئية موجودة. طيب نيجي بقى نراجع كده أسئلة مع بعض على اللي هي عناصر الدرس. بيقول لي أكمل العبارات التالية، تصنف الخرائط إلى 3 أنواع حسب الشكل والموضوع والنوع الثالث حسب مقياس الرسم. أحسنت. طيب الخرائط التي تتعامل مع موضوع محدد وتوزيع الجغرافي على سطح الأرض، موضوع محدد توزيعه، يبقى خرائط ايه؟ توزيعه، يبقى خرائط توزيعات. احسنتم. انواع الخرائط التي ترتبط بالثروات المعدنيه والموارد الاقتصاديه، موارد اقتصاديه، تبقى خرائط ايه؟ اقتصاديه. احسنتم. تمام نشوف نوع من الاسئله تانية، اختياري برضو، ممكن يجي اكمل وممكن يجي اختار. بيقول لي خرائط التوزيعات تصنف ضمن الخرائط التوزيعات، يا ترى حسب الشكل ولا الموضوع ولا المقياس ولا الحجم؟ ها توزيعات، يبقى حسب الموضوع. احسنت. خرائط التاريخيه
التاريخية الأحداث البشرية. أنا كده جاوبتك على السؤال. يبقى خرائط إيه يا شباب؟ خرائط بشرية. أحسنتم. طيب نشوف نوع سؤال تاني، سؤال تاني برضو مخطط سهمي. صنف الخرائط، نبقى كم تصنيف؟ 3 تصنيفات. من الشرح اللي فات ده، الأسئلة اللي فاتت، ناخد الشكل الأول حسب مقياس، أحسنتم، الرسم، حسب موضوع الخريطة، تمام، حسب الشكل. يبقى كده جات لي بطريقة، أكمل بطريقة، اختر بطريقة مخطط سهمي. شوف 3 طرق لسؤال واحد اللي هي أنواع الخرائط، تمام يا شباب كده؟ طيب نشوف أسئلة تانية مع بعض كده على درس اليوم، مراجعة سريعة عشان نثبت المعلومة. نشوف كده، أكمل العبارات التالية أو اختر. هنا بقى الاختلاف في إيه؟ إن أنا بجيب لك رسمة وإنت تختار بناء عن الرسم. يعني أنا جايب لك نوع من أنواع مقاييس الرسم، وجايب لك هنا 4 مقاييس، إنت تختار واحد مناسب للرسم. إيه اللي موجود في الرسم؟ خط مقسم لوحدات متساوية، يبقى مقاس إيه؟ خطي. أحسنتم. طيب المقاس الثاني نسبة، يبقى مقاس إيه يا شباب؟ النسبي، تمام. نوع المسقط، دي اللي كان جاي في الامتحان بقى، نوع المسقط، الصورة بقى اللي هتعبر لي، الصورة دي بيضاوية ولا مخروطية ولا مسطحة؟ بيضاوي. طب مين اللي قال ان الرسم اللي المسقط بيكون بيضاوي؟ مولفايدي. احسنتم، مولفايدي. يبقى كده خدت الشكل وخدت الاسم، تيجي في الامتحان بالطريقة دي، ودي جت قبل كده في الامتحانات. طيب الخريطة الركنية، خريطة بتوجد في زاوية من الزوايا. انا هجيب لك 4 خرائط، انت تختار منهم واحدة موجود فيها خريطة ركنية. يلا كده نشوف مع بعض، ادي 4 خرائط، يا ترى فين الخريطة اللي فيها خريطة ركنية في الزاوية؟ ايوه ايوه، احسنتم، باء، اهي ادي خريطة شبه الجزيرة العربية او خريطة مدينة الكويت، ده بالنسبة للكويت. احسنتم احسنتم. يبقى كده جبنا انواع المقاييس، الرسم والمساقط والخريطة الركنية، ايضا في اسئلة اختر ولكنها بشكل أسئلة مهارية برسومات، تمام؟ نشوف بقى آخر جزء في المراجعة عندنا، اكتب المصطلح العلمي أو الجغرافي للعبارات التالية. هو يعطيك التعريف وانت تكتب المصطلح. بيقول لي النسبة بين المقياسات على الخريطة وما يقبله على الطبيعة، مقياس، يبقى مقياس الرسم، ما هو دي من عناصر الخريطة، هو جايب لك عناصر الخريطة بشكل أكمل، عبارة عن عملية إسقاط. شوف كلمة إسقاط، خطوط طول ودوائر عرض، يجاوب لك على السؤال. إسقاط خطوط الطول ودوائر العرض من السطح الكروي إلى السطح المستوي. يعني كرة أنا عايز أرسمها للوحة مستوية، يبقى أستخدم المساقط اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض. طيب تظهر هذه الخريطة في ركن، عند رسم الخريطة خريطة صغيرة في ركن من الأركان، يبقى كلمة ركن تبقى الخريطة إيه يا شباب؟ خريطة ركنية. أحسنتم، تمام. طيب هنا بقى دي نقطة بقى في عناصر الخريطة، بيقول لي يضم خط كده مرسوم حوالين الخريطة، بيقول لي يضم جميع محتويات الخريطة داخله، ويظهر إما في شكل مربع أو مستطيل. الحدود اللي هو البرواز، البرواز اللي حوالين الخريطة اسمه إيه؟ اسمه، أحسنتم، إطار الخريطة. وكده نبقى انتهينا من درس اليوم.